لكن بعد ما نشوف تقرير عن هاجر ماهر، هي موهبة متألقة فنانة طورت موهبتها بالدراسة الأكاديمية وتميزت في النحت المجسم أو البارز باستخدام أنواع خامات مختلفة زي الخشب والجبس والأحجار. خلونا نتابع عملها من خلال هذا التقرير. اسمي هاجر ماهر، أنا في ثالثة الفرقة الثالثة في قسم النحت والتشكيل المعماري وترميم الآثار في كلية فنون تطبيقية في دمياط. أنا ما كنتش بادئة إن أنا بنحت، بس هي في ثالثة ثانوي دخلت الكلية، فأنا لما دخلت كنت أكتر واحد حباه كان النحت، لأن حسيته هو بسيط، وعامة هو برضو مجمع في كله. عايز تشتغل في ديكور مثلا اللي هو القسم بتاع التشكيل المعماري هتدخل عادي، والتصميم داخلي بقى والأساس والكلام ده، وفي عندك شغل في ترميم اثار، وفي النحت اللي هو كان بالنسبه لي احسن شغل. يعني انا من ساعه ما دخلت الكليه وانا بنبهر بالشغل اللي بيطلع ساعات التقييمات من قسم النحت تحديدا، فدخلته مجرد حبا فيه. في النحت بنختار على اساس المواضيع اللي بتتحدد لنا جوه، ممكن نشتغل فن تشكيلي وممكن فرعوني، ممكن نشتغل مشروع اكسسوري زي كان حاجه اشتغلناها قبل كده، ممكن نشتغل بورتريهات، فهو بيبقى على حسب الماده اللي احنا هنشتغلها في الترم. هو الاسهل بالنسبه لي الطين، لان هي من مستو ان هو يعني هي حاجه كده لما بنيجي ندرسها عامه اللي هو قابل للحذف والاضافه، ممكن اشيل منه وممكن احط فيه من غير ما اضطر ان انا اعيد هيكله للموضوع كله. يعني انا لو بنحت في جبس وكسرت منه حته بالغلط في وسط ما انا بكسر او بنحت فيه، فدي عشان اعالجها هتاخد مني بروسيس ارخم شويه من ان انا اشتغل في الطين. الطين هلزق حته الطين وابدا اشكل على طول، فهي بالنسبه لي الخامه الاسهل. وكده كده احنا في الاخر يعني او الاغلب بالنسبه لي انا ان انا بعمل نسخ، لان الطين ماده هلكه مش هعرف اسيبه كده الا لو هنشتغل شغل خزفيات بقى اللي هو زي قسم خزف، بنبدا نحرق الطين في الاخر ونديله طبقه جليز عشان نشتغل بيه، بس ده شغل خزف. فاحنا الطين لو فضل طين زي ما هو هينشف وهيترمي، فبنبدا نعمل له قوالب ونعمل منه نسخ. يعني اللي بيبقى عندنا في القسم عامه او اللي بيبقى دماغه في الشغل زي ما انا زيهم لما اتخرجوا، ان احنا نشارك في معارض وشغلنا يتشاف. وزارة التربية